تعالوا بقى نبدأ بركة الله مع محاضرة الفاتي أسيد. عموما احنا في الميتابوليزم ان شاء الله، يعني خلونا كده يعني ايه ناخد فكرة الأول قبل ما نبدأ كلامنا عن الميتابوليزم وحواراته، نفهم بطريقة. وبالمناسبة دي مش أول عهدكم بالميتابوليزم، يعني عشان تبقوا في الصورة، لو احنا عايزين كده ايه نشخبط شوية كده، تعالوا مع بعض كده نتكلم عن الميتابوليزم. الميتابوليزم هي العملية، أو بالعربي اللي هي الأيض، أو البناء اللي هو الحرق الطعام يعني، وكلام زي كده. المقصود بها عمليتين، هي عملية الأنابوليزم، عملية البناء، الكلام ده قديم، وعملية الكاتابوليزم. تمام كده؟ طيب احنا بنتكلم او بيناقش الميتابوليزم عموما بيناقش 3 فروع رئيسيين، وان كان في حاجات تانية ولكن الاساسيين بالنسبة لنا هما الكربوهيدرات ميتابوليزم، والليبيد ميتابوليزم، والبروتين ميتابوليزم. بما يعني بما يتعلق ان الثلاثة دول هي الفروع الرئيسية للميتابوليزم، او هي دي الاكل اللي احنا بناكله فيه طاقة وكلام زي كده. طيب لا يمنع ان احنا عندنا مثلا فيتامينز في المودول ده، لا يمنع ان احنا عندنا زينو بايوتكس مثلا مع جي اي تي ميتابوليزم. المهم يعني في اكتر من حاجه. النقطه النهارده ان شاء الله موضوعنا فين بقى؟ في الليبيد، فيما يتعلق بمودول الميتابوليزم نفسه وليس الجي اي تي. عندنا محاضره واحده كربوهيدرات، ايوه محاضره واحده كربوهيدرات. فيما يتعلق مثلا بموديول في البروتين، لا البروتين فيه كتير، في اكتر من محاضره معانا في البروتين. معظم البروتين اصلا موجود هنا في موديول الميتابوليزم، معظم الليبيد موجود هنا في موديول الميتابوليزم. فعموما عايز اقول ايه، انه منهج الميتابوليزم موزع بين الجي اي تي والنيوتريشن اند ميتابوليزم، يعني المدولين دول. طيب النقطه الثانيه عايز اقول فيها، رجاء ان نحكم على الميتابوليزم بعد ما نخلصه وليس واحنا ماشيين فيه. احنا بس مطلوب مننا لو سمحتوا ما ناخد محاضره ذاكرها بس، تاخد محاضره افهمها ذاكرها، تاخد محاضره افهمها ذاكرها، مش اكتر من كده يعني. ايه طب وبعدين هنظبط الدنيا في بعضها امتى؟ يعني مش عايز اقول مالكش دعوه، لكن هي واحده واحده، افهم بس الموضوع منفصل وبعدين حط كون صوره. شفت ان انت عندك صوره كده ماشي، انت بتبني قطعه قطعه، بتبني قطع البازل. فانت الاول جمع القطع بتاعت البازل دي وبعدين حط الصوره جنب بعضها، او حط القطعه دي جنب بعضها، تلاقي الموضوع اتفهم ان شاء الله، ما تقلقش. تمام؟ واحنا شغالين قد يبدو الموضوع شويه ايه، علاقه ده بده، الاسامي شبه بعضها، مش عارف ايه الكلام ده، قد يكون وارد ولكن مفيش مشكله خالص يعني. ايه ده ما يشغلكوش، عادي تعاملوا. بس انا عايز ما اخد محاضره نكون فاهمين المحاضره دي. طيب تعالوا بدون مقدمات كتير نبدا النهارده ان شاء الله. احنا هنبدا النهارده في كلامنا عن في الميتابوليزم تحديدا عن الفاتي اسيد سينسز. عموما ده من واحده من محاضرات الليبيد. احنا عندنا في الليبيد محاضرتين ان شاء الله يتعلقوا بهذا الموديول، تصنيع الفاتي اسيد، فاتي اسيد سينسز، وفاتي اسيد اوكسيديشن، حرق الفاتي اسيد. باقي ان شاء الله في برضه حاجه اسمها الكومبلكس ليبيد، ده ان شاء الله هنتكلم فيها بالظبط كده. وكمان معانا الكيتونز. تمام كده؟ دول الثلاثه اللي موجودين معانا تبع الليبيد في مدول الايه؟ في مدول الميتابوليزم. عموما عشان ما اطولش عليكم بقى في الكلام، تعالوا نروح البرزنتيشن بتاعنا ونشوف بكل بساطه بقى ايه الحكايه هتبدا ازاي، وايه النهارده معانا الفاتي اسيد، تصنيع الفاتي اسيد. تمام كده؟ تعالوا نشوف. فيما يتعلق، تعالى نخفي بقى تعالوا نشوف ديت بتاعتنا، بس السلايد بتاعتنا المتعارف عليها زي ما احنا متعودين، ونخفي ديت، خلينا في اللون ده. بصوا يا جماعه، احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفاتي اسيد سينسز. عموما في مقدمه سريعه عن كده هقولها، ايه اصلا معنى كلمه فاتي اسيد، وبعدين نبدا نتكلم ايه هي الطرق بتصنيع الفاتي اسيد في جسمنا، او قبل طرق ايه هي مصادر الفاتي اسيد اصلا، وبعدين ايه هي طرق تصنيع الفاتي اسيد. بعد كده هناخد طريق معين فيه، هو الطريق الاساسي، ونتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. نتكلم بيحصل فين، ايه المتطلبات عشان يشتغل، ايه خطواته، ايه الخطوات بتاعته، دي الخطوات. بعد كده نتكلم عن الايه، عن الريجوليشن بتاعه. يبقى كده خلصنا ان شاء الله 4 سلايد، الموضوع فيهم سهل جدا ولكن محتاج فهم. مبدئيا الباسوي نفسه، الباسوي نفسه بتاع الفاتي اسيد سينس مش مهم قوي في كليتنا عندنا، مش بيعطوا او اهميه قوي الباسوي ده، ولكن هقوله من باب نبقى فاهمينه، بما انه اتشرح عندنا او جاز ذكره يعني، او موجود عندكم، فتبقوا فاهمينه ومستوعبينه. تعالى نبدا على بركه الله مع الفاتي اسيد سينس. اول حاجه يعني ايه فاتي اسيد، افكركم كده، ده فرع او ده درس من دروس الليبيد ميتابوليزم. وكلمه ليبيد كانت تساوي في سنه اولى، بقى كلام من سنه اولى، كلمه ليبيد معناها من حيث التعريف هو المركب اللي يحتوي في تركيبه على فاتي اسيد زائد كحول. هو المركب اللي عباره عن فاتي اسيد استرز والكحول، يعني كحولات مع فاتي اسيد. فالفاتي اسيد واحد من مكونات الدهون. عشان كده حتى افكركم في موديول الكارديو اللي كان في اول السنه، لما اخذنا اللايبوليسيز مثلا، اتكلمنا ان كلمه لايبوليسيز يعني حرق الدهون، وكان خلاصه حرق الدهون كحول اللي هو كان اسمه الجليسرول يعني، وفاتي اسيد. كان ايه مصير الفاتي اسيد وقتها؟ قلنا والله الفاتي اسيد ممكن تروح تتحرق بهدف انتاج الطاقه. طيب احنا هنا النهارده بنتكلم ان شاء الله عن تصنيع الفاتي اسيد. قبل ما نتكلم في تصنيع الفاتي اسيد، طيب لو مسكنا الفاتي اسيد نفسهم وجينا نتكلم عنهم، هم ايه تعرفهم من حيث الكيمياء؟ هي المركبات اللي بتحتوي على السلسله دي، مركبات مونو كاربوكسيليك، يعني تحتوي على واحده كربوكسيل جروب
والفات الكيتشين، مفيش حلقات، مفيش حلقات بنزين ولا حلقات فينول ولا اي حاجه، تمام كده. ده بكل بساطه تركيب او تعريف الفاتي اسيد، هي المركب ده سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2، يعني كل عدد بقى لحد ايه كربوكسيل جروب واحده في الطرف الاخير. طيب النقطه الثانيه، الفات اسيد كان لهم تقسيمات كتيره خالص على حسب ساتوريتد ولا ان ساتوريتد، لو في دبل بوند ولا فيش دبل بوند، على حسب لونج ولا شورت فات تشين فاتي اسيد، يعني كان لها تقسيمات كتيره خالص، ايفنز ولا اودز، العدد الكربونات بتاعتها زوجي ولا فردي. طيب عموما النقطه الثانيه اللي عايزين نعلق عليها، ده كان كل ده قديم، كل ده كان بيزك ومش موضوعنا دلوقتي. النقطه الثانيه، المعلومه الثانيه عن الفاتي اسيد، ان هي ممكن تكون موجوده فري او موجوده استرز، ممكن تكون موجوده لوحدها في الطبيعه، فري فاتي اسيد بنسميها كده، فري فاتي اسيد او استرز، مرتبطه مع حاجه زي ما مرتبطه مع مين، فاتي اسيد زي الكحول مع الليبيد في تكوين الليبيد مثلا، يعني ممكن فاتي اسيد مع البومين، البومين ده بروتين. طيب من اين تاتي الفاتي اسيد اصلا في جسمنا؟ تاتي من ثلاث مصادر، اما من الاكل جاهز مباشره، اما من حرق الدهون اللايبوليسز، من حرق الدهون مش موضوع برضه، واما انها تصنع من الصفر، يعني الجسم يستخدمها او يجيب كربونات بقى ويقعد يبني كربونه جنب كربونه طوبه على طوبه. ده بكل بساطه معنى كلمه او دي مصادر تصنيع الفاتي اسيد او مصادر الفاتي اسيد. وهنا بقى احنا موضوعنا هنمسك مين؟ احنا هنمسك الجزء الاخير ده او الكلمه الاخيره ديت بس، لا سينسز بكل بساطه من كيف يتم تصنيع الفاتي اسيد. فبكل بساطه هنتكلم تحديدا عن تصنيع الساتوريتد فاتي اسيد. هل الانساتوريتد مش بيتصنعوا؟ لا بيتصنعوا، ولكن ليهم بعض التريكات كده ما تلزمناش في حاجه، عايزين بس نتكلم عن الساتوريتد من ده الموست كومون. تحديدا اشهر فاتي اسيد في جسمنا هو البالميتيك اسيد، واحد 16 كربون، عشان هيجي اسمه دلوقتي بالميتيت او بالميتيك اسيد، اللي هو 16 كربون، ده ساتوريتد فاتي اسيد يحتوي على 16 كربونه. طيب ايه هي طرق تصنيع الفاتي اسيد؟ حاجه من او طريق من اتنين، حاجه اسمها سيتوزوليك سيستم، واسم السيستم بيشاور على مكان حدوثه، سيتوزوليك باسوي او سيتوزوليك سيستم، وده بيحصل في السيتوزول في السيتوبلازم، ده بيبقى دينوفو. يعني ايه دينوفو؟ يعني من الصفر مفيش فاتي اسيد، بدا بقى يجيب كربونه جنب كربونه جنب كربونه فتكون فاتي اسيد. النقطه او النوع الثاني او الباسوي الثاني هو مايكروزومال سيستم، طبعا اللي هيشرح بالتفصيل هو السيتوزوليك. المايكروزومال بس ده بيحصل في الميكروزوم، هو الميكروزوم يرجعوا للهيستولوجي سنه اولى، ده واحد من السيل اورجانيلز، ليه دور في الفاتي اسيد اوكسيديشن وفاتي اسيد اسيد سينس وكلام زي كده، واحد من السيل اورجانيلز يعني. طيب داخل هذا الميكروزوم يحتوي على بعض الانزيمات، ولكن ده مش مسؤول عن تصنيع الفاتي اسيد بقى من الصفر، لا ده مسؤول عن تشين الونجيشن. بمعنى ايه؟ عندنا مثلا فاتي اسيد طوله كربوناته 24 كربونه مثلا، ده مركب كبير جدا، فهو ايه يتصنع الاول 16 وبعدين يخش الميكروزوم يتطول يبقى 24. يعني عايزين ممكن نقول الميكروزومال ده باسوي بتاع اضافه او بتاع اطاله، اطاله المركب، تمام، انه مش بيصنع من الايه من الصفر. طيب ده كده مقدمه عن الفاتي اسيد. طيب تعالوا نبدا في السيتوزوليك سيستم او سيتوزوليك باسوي. السيتوزوليك باسوي بكل بساطه حكايته كالاتي، تعالوا نشوف. اولا اين يحدث السيتوزوليك باسوي؟ بيحصل في السيتوبلازم بتاع تقريبا جميع الخلايا بتاعه الجسم، في الموست في السيتوزول وفي موست معظم الخلايا بتاعه الجسم بتعمله. طيب ما فيش فيها حاجه نعلق عليها قوي يعني، ديت طبعا ايه الموست تيشوز ديت؟ الليفر طبعا، الاديبوس تيشو بالتحديد، يعني طبقه الدهون، طبقه الكبد، دي الاماكن اللي بتحصل فيها تصنيع دهون بكميه كبيره وتصنيع فاتي اسيد يعني بكميه كبيره، ولكن ده لا يمنع ان مش دي الاماكن الوحيده يعني. تمام. النقطه التركه الثانيه بيحصل فين؟ في السيتوبلازم ولا في الميتوكوندريا؟ في السيتوبلازم، ده اسمه سيلولار لوكيشن، مكانه فين في الخليه، ده اسمه تيشو لوكيشن، بيحصل فين في الانسجه. هيبقى لها تركات في بعض الاماكن، نلاقي مثلا باسوي معين ما بيحصلش الا في اورجان معين، ما بيحصلش او بيحصل في كل الاورجانز ما عدا خليه معينه، فدي لها تريكات. ولكن هنا السيتوزوليك باسوي بتاع الفاتي اسيد ده بيحصل في السيتوبلازم بتاع تقريبا معظم الخلايا بتاعت جسمنا. طيب ايه الحاجات اللي بحتاجها في تصنيع الفاتي اسيد اللي هي من الاخر المكونات دي، المقادير بتاعتنا، ومن اين جاءت المقادير، هنشتريها منين؟ ده اللي هنجاوب عليه دلوقتي. اسيتايل كو اي ناد بي اتش فاتي اسيد سينسيز، ده اسم الانزيم اللي بيشتغل وده هنعرف تركيبه. الناد بي اتش ده بيشتغل كهيدروجين كارير، شايل هيدروجين، بنحتاج الهيدروجين ده في خطوات الريدكشن، خطوات اختزال، في خطوتين هنحتاجهم. الاستايل كو ايه ده وحده البناء، خلينا نقولها كده، وحده البناء بتاع الفاتي اسيد. الفاتي اسيد ده يعني يا جماعه يعني ايه؟ يعني سي اتش 3 جنب سي اتش 2 جنب سي اتش 2 وهكذا وهكذا لحد سي او او اتش، يعني كربونات، سلسله هيدروكربون. السؤال من اين جاءت هذه السلسله؟ دي بتيجي من مركب اسمه استايل كو ايه. يجي السؤال الثاني، ايه هو الاستايل كو ايه اللي ما يعرفش؟ هو فاتي اسيد يحتوي على كربونتين، فاتي اسيد يحتوي على اثنين كربون اهو، ده الشكل العام بتاعه سي اتش سي سي او اتش، هو ده الاستايل كو اي، هو ده الاسيتيت يعني، تمام. الشكل الاكتف منه بنسميه استايل كو اي. المهم عايز اقول ان احنا بنجيب اثنين وبعدين نحط عليهم كمان اثنين وبعدين كمان كربونتين وبعدين كربونتين، فيتكون مثلا مركب 16 كربون اللي هو البالميتيك اسيد، يبقى وحده البناء هو الاستايل كو اي.
تمام كده؟ طيب تعالوا نجاوب على 3 أسئلة. من أين جاء سؤالين أقصد هنا، من أين جاءت أو من أين جاء الأستايل كو إيه، ومن أين جاء النت بي اتش؟ الأستايل كو إيه جاي من الجلايكوليسز، ومش محتاج أفكركم بالجلايكوليز لأن أنا مش محتاجه أصلا. يعني أنا مش محتاج إن أنا أروح أعلق كتير على الجلايكوليز هنا دلوقتي، مش ما يلزمنيش خالص في حاجة. الجلايكوليز أنا عارف شرحناها قبل كده، فشرحناها السنة اللي فاتت يعني، فما يلزمناش قوي إن أنا أفتكره تاني. بس كل اللي محتاج نعرفه، نعرف إن الجلايكوليز هو طريق حرق الجلوكوز وتحويله إلى بيروفيت. بس ده بيحصل في السيتوبلازم. طيب فين الاستايل كو ايه في الموضوع؟ من اين جاء الاستايل كو ايه؟ طب ده كده الجلوكوز تحول لبيروفيت، فين يعني احنا عايزين الاستايل كو ايه؟ البيروفيت بيخش جوه الميتوكوندري. ركزوا معايا في اللي جاي ده، في ناس سؤالين في سؤالين مهمين في الحته دي. البيروفيت بيخش جوه الميتوكوندري، ده البيروفيت داخل جوه الميتوكوندري، يشتغل عليه انزيم اسمه، هو قدامه طريق من اتنين كده هقول لكم عليه دلوقتي، خلينا نسمع الطريق اللي انا الزمني دلوقتي. البيروفيت يشتغل في وجود انزيم اسمه بيروفيت دي هيدروجينيز، احفظوا اسمكم، يشيل 2 هيدروجين من البيروفيت يحوله الى اسيتيل كو ايه. يبقى البيروفيت دي هيدروجينيز، اشتغل على البيروفيت تحول الى استايل كو اي. الاستايل كو اي بيتحد مع مركب اسمه اوكزالو اسيتيت، ده حمض برضه. طيب من اين جاء الاوكزالو اسيتيت اصلا؟ الاوكزالو اسيتيت على فكره بقى جاي برضه من بيروفيت تاني. يعني البيروفيت دي طريق من اثنين، اما انزيم بيروفيت كربوكسيليز بي سي، بيروفيت كربوكسيليز يحول الى اوكزالو اسيتيت، او بيروفيت دي هيدروجينيز يحول الى استايل كو اي. خلينا مع الطريق اللي تحت اللي نزلنا دلوقتي، مش مشكله حتى نحفظ اللي فوق دلوقتي. المهم البيروفيت اتحول لاستايل كو اي. السؤال النقطه التريكه دلوقتي المهمه خالص، ناخد بالنا من الاتي، احنا فين دلوقتي؟ احنا جوه الميتوكوندري. هو اصلا تصنيع الفات اسيد بيحصل فين؟ بيحصل في السيتوبلازم، بيحصل بره هنا. احنا دلوقتي جوه الميتوكوندري، احنا هنا عايزين نخرج بره بقى. طيب سهل خالص يا دكتور معايز، ايه يا جماعه نعمل ايه؟ خلاص استايل كو يخرج بره؟ لا والله كان على عيني. ليه؟ اصل الممبرين بتاع الميتوكوندري مش بيعدي الاستايل كو ايه، ولذلك لازم تحويله. ده السؤال الثاني هنا بقى. يبقى السؤال الاول من اين جاء الاستايل كو ايه؟ خلاص عرفنا، جاي من البيروفيت اللي هو جاي من الجلايكوليسز، مش غالي بيروفيت هيدروجينيز، خلاص ده بيصنع جوه الميتوكوندريا. السؤال الثاني، كيف يتم تحويل او اخراج الاستايل كو اي من داخل الميتوكوندريا الى خارجها عشان خاطر يحصل له فات اسيد اوكسيديشن سينسز، اسف، بكل بساطه عن طريق اللي هيحصل الاتي. ركزوا معايا، عن طريق التحول للستريت. بكل بساطه الاستايل كو اي يتحد مع اوكزالو استيت، ده عنده كربونتين، ده عنده 4، يتكون مركب عنده 6 كربونات اسمه ستريت، ست كربونات اسمه ستريت. المهم يعني انزيم اسمه ستريت سينسيز، هذا الانزيم كون الستريت. الستريت ينفع يعدي عاده ويخرج بره الميتوكوندريا. الستريت خرج بره الميتوكوندريا، برافو عليك يا ستريت. وبعدين يجي انزيم اسمه ستريت لايز يكسر تاني عكس السينسيز بالظبط، يكسر ستريت تاني لاستايل كو اي واوكزالو استيت. ادي الاستايل كو اي بقى لوحده اهوت، ونجحنا ده كده اجابه السؤال، نجحنا في اخراج الاستايل كو اي من داخل الميتوكوندريا الى خارج الميتوكوندريا او الى السيتوبلازم. عظيم جدا. بس وهنا بقى يحصل ايه؟ فاتي اسيد سينس، تصنيع فاتي اسيد. حلو قوي، ده اجابه السؤال بالمناسبه. خلاص طب اللي جايه ديت التكمله اللي جايه دي دلوقتي هقول لكم بتاعت ايه. طيب يبقى دلوقتي عموما المصدر الاول او الحاجه الاولى اللي محتاجينها لتصنيع الفات اسيد هو الاستايل كو اي، واتفقنا ده وحده البناء بتاعت المركب. مركب 16 كربون، يبقى انا هجيب 2 جنب 2 جنب 2 بجيبهم من الاستايل كو اي، جاي من الجلايكولز وايه وضحناها. طيب الحاجه الثانيه اللي بنحتاجها هو الناد بي اتش، هو الناد بي اتش. والناد بي اتش بكل بساطه بيجي من 3 مصادر، هيكسوز مونوفوسفيت باسوي، دي ان شاء الله موضوع المحاضره الفيديو بتاع بكره بالتفصيل. ايزو سيتريت دي هيدروجينيز، ده انزيم موجود منه او موجود فيه كريبس، جزء من كريبس، ولكن هنا احنا بنتكلم عن نسخه ثانيه غير اللي بتخش في كريبس، عن نسخه منه موجوده في السيتوبلازم. الانزيم ده موجود في مكانين، دي الميتوكوندريا اهيت، كريبس بتحصل جوه الميتوكوندريا، فالانزيم ده موجود منه نسخه جوه الميتوكوندريا بنسميها ميتوكوندريا الايزو سيتريت دي هيدروجينيز. نسخه ثانيه موجوده بره هنا اسمها سيتوزوليك ايزوستريت ده هيدروجينيز. لو جات لك ام اس كيو يعني ام اس كيو محسوك شويه، يقول لك يعني النت بي اتش بيجي منين في، او ايه الانزيمات اللي بتكون النت بي اتش، فهيديك اختيارات. فلو في يعني قدامك سيتوزوليك ايزوستريت ده هيدروجينيز وميتوكوندريا ايزوستريت ده هيدروجينيز، اختار السيتوزوليك بس، ده للتوضيح يعني. تمام كده. طيب ايه هو الايزوستريت ده هيدروجينيز؟ بس يلزم كل المعلومه اللي عايزين نعرفها عنه، ده واحد من الانزيمات في كريبس، ولكن احنا بنتكلم عن شبيهه او اخوه اللي موجود في السيتوبلازم مش بتاع كريبس. الانزيم الثالث وده اللي مشروح عندنا ومهم يعني، طبعا احنا كده ناخد كريبس برده، او شرحنا كريبس قبل كده عندكم، فيعني خلاص ما تزنوش برده في حاجه. الملك انزيم، الملك كده كده موجود هنا قدامنا، بمعنى لما احنا خرجنا الستريت هنا، ما كنت اتكلم عن الاستايل كو اي والستريت اهوت، خرج كان خرج بره الميتوكوندريا، اتقسم الى استايل كو اي، ما اتكلمش انا عن باقي المركب. باقي المركب اسمه اوكزالو اسيتيت، الاوكزالو اسيتيت تحول الى ماليت بماليت دي هيدروجينيز، يتبقى معانا الماليت. الماليت يشتغل انزيم اسمه مالك انزيم. الملك انزيم ده ياخد 2 هيدروجين من الماليت يحطهم على الناد بي، فيتكون ناد بي اتش وبيروفيت. وبالمناسبه البيروفيت ده فيخش تاني جوه
والسايكل تكمل وهكذا. يبقى ده الملك انزيم. الملك انزيم هو الانزيم المسؤول عن تحويل الماليت الى بيروفيت بهدف انتاج، وبيحصل في الخطوه بتاعته ديت انتاج ناد بي اتش. يبقى واحد من مصادر الناد بي اتش، خد بالكم ناد بي اتش وليس ناد اتش، في فرق. الهكسوز مونوفوسفيت بسويد هتشرح بالتفصيل الممل، الايزوستريت دي هيدروجينيز، والملك انزيم. اي ايزوستريت؟ لا، السيتوزوليك الموجود في السيتوبلازم. عظيم جدا كده، جبنا الاستايل كو اي، برافو كده جبنا الناد بي اتش. تعالوا بقى نفهم الفاتي اسيد سينسيز، الانزيم المسؤول عن تصنيع الفاتي اسيدز، الانزيم المسؤول عن تصنيع الايه؟ الفاتي اسيد. هتكلم عن التريكات اللي بتيجي في الانزيم، تمام، عشان خاطر ادي اوبشن للناس برضو. هعمل ايه؟ هتكلم عن الانزيم، لان ده الكلام ده مهم، ساعات بيجي ام سي كيوهات يسال عن الانزيم نفسه وتركيبه. وبعدين جزء الخطوات هقوله سريعا اجمالا، مش هشرح فيه حاجه عشان خاطر اللي عايز يتجاوزه براحته، ولكن هشرحه في فيديو منفصل. يعني هيبعت لكم فيديوهين، الفيديو الاول شرح كل الدرس ما عدا خطوات التصنيع بالتفصيل، والفيديو الثاني يكون خطوات تصنيع بس بالتفصيل، تمام، براحتكم. الفاتي اسيد سينسيز ليه بقى؟ لانه حتى لو حتى اللي عايز يذاكر دلوقتي كل حاجه يذاكر براحته، يسمع الفيديوهين عادي، ولكن ليله الامتحان يركز على فيديو كل حاجه ما عدا الخطوات، مش موضوع سؤال قوي. طيب الفاتي اسيد سينسيز بكل بساطه ده الانزيم المسؤول عن تصنيع الفاتي اسيد. ده الانزيم بكل بساطه عباره عن دايمر، شويه مصطلحات كده ناخد بالنا منها. ده دايمر، يعني ايه دايمر؟ عباره عن جزئين زي ما احنا شايفين، ادا جزء وادا جزء تاني، قطعه فوق اهي على بعضها كده، ودي قطعه تحت، وده خد بالكم قطعه راسم رمز اختصار كده مننا لبعضنا. طيب دايمر يعني تو مونومرز، وكل مونومر بيتكون من سبعه، يعني عايز اقول ايه؟ المركب ده 2 في 7. خد بالكم هو اسمه فاتي اسيد سينسيز كومبلكس، ده مش انزيم واحد يا جماعه، دول سبع انزيمات بيساعدوا بعض، سبعه تحديدا، لا 14 انزيم متقسمين سبعه وسبعه، يعني الوحده اللي فوق ده اهي فيها سبع انزيمات، الوحده اللي تحت فيها سبع انزيمات متحدين مع بعض بيشتغلوا بيساعدوا بعض، تمام كده، هنفهم ازاي. طيب يبقى انا عايز اقول الانزيم نفسه بيتكون من سبع مراحل، او الانزيم نفسه بيتكون من دايمر، كل مونومر من الاثنين دايمر المكونين من كل مونومر بيتكون من سبع انزيمات، تمام كده. طيب النقطه الثانيه، الانزيم خلاص عرفنا انه سبعه، المفروض بقى ان انا اقوم عامله كده مثلا، اقوم عامل كده بقى 1 2 3 4 5 6 7. ولكن بصوا يا جماعه احنا هنركز على المهم فيه، الانزيم بخلاف السبع انزيمات اللي موجودين فيه يلزمنا قوي اسم الانزيم، او تحديدا واحد هنا كده اللي هو في الطرف ده، واحد بروتين هنا كده متصل بالانزيم اللي هنا اسمه اسايل كارير بروتين اي سي بي. اشمعنى؟ اصل دول شايلين بصراحه كده المجموعه اللي شغاله، ايه المجموعه اللي شغاله؟ سلفا هيدرال جروب اس اتش، بنلاقي بروتين اسمه اسايل كارير بروتين، كلمه اسايل يعني فاتي اسيد، فالبروتين اسمه اسايل كارير بروتين، يعني البروتين اللي بيشيل الفاتي اسيد، خلاص. طيب النقطه الثانيه، هنلاقي ان الطرف الثاني تحديدا في انزيم اللي هو رقم 3 موجود امينو اسيد اسمه سيستاين، يحتوي على امينو اسيد اسمه سيستاين، ده يرتبط برضو عنده او عنده سلفا هيدرال جروب، دول المميزين للانزيم. ولذلك انا هنختصر شكل الانزيم كله او السبع انزيمات في الكلمتين دول، اسايل كارير بروتين ده البروتين اللي عنده سلفا هيدرال جروب في طرف، وسيستاين ده تحديدا الامينو اسيد، او يعني بيرمز الامينو اسيد اللي موجود فين؟ في نوع في الانزيم رقم 3 اللي هو اسمه كيتو اسايل، الانزيم رقم 3 اسمه ايه؟ اسمه يا رب تكتبه هنا، كيتو اسايل سينسيز، كيتو اسايل سينسيز لمن اراد ان يعرف. يعني بيحتوي لهذا الانزيم على امينو اسيد اسمه سيستاين، السيستاين ده يحتوي على سلفا هيدرال جروب، ودي المميزه ليه. دي كده المميز، ده المونومر، ده كده مونومر على بعضه. الثاني الانزيم بقى عباره عن قطعتين زي كده، تمام كده، يقول لكم بيبقوا ارينجد هيد وتيل. يعني ايه هيد وتيل؟ يعني لو خدتوا بالكم الاسيل كارب بروتين هنا موجوده هنا، يعني مثلا لو تخيلت ان ده اتجاهه كده نلاقي ده اتجاهه كده، بس خلف خلاف يعني معكوسين مع بعض، ماشي. طيب ده كده تركيب الانزيم، شكل الانزيم ده الفاتي اسيد سينسيز بكل بساطه، ازاي بيشتغل شغل الانزيم او شرح شغل الانزيم هي الخطوات.